السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبابي في الله. اليوم فيديو جديد على قناتكم قناة مفتيتك، انبوكسينج جديدة ومن البريد السنغافوري من موقع علي اكسبريس. جاتنا حاجة مهمة جدا. تيكيات هادو راكم تشوفو فيهم دارولنا عليهم ضريبة تاع 13,000 طبقة في ورقلة، وأخيرا بعد مدة ما كانتش كنا نجيبو السلعة بلا ما نخلصو على حساب. واش راني نشوف الطوابع البريدية، الله أعلم حبوا يبيعوا الطوابع البريدية باش طبقوا هذه الضريبة. واش نقول لكم، راح نبدأ على بركة الله. هذه حاجة جاتني من موقع الإكسبرس ومن بريد السنغافوري في ظرف 20 يوم. بون على حساب الخبرة تاعي وشرو ماركت، كان الكوري أو الطرد كبير شوية يعني حجمه معتبر، راح يسلك في ظرف 20 يوم. إذا كان صغير راح تستغرق فترة أكثر من 50 يوم أو 45 يوم. هذه هي. بون نبدا على بركه الله، نبدا نقطع شويتين. بون خايف على حاجه غاسكو هنايا، كاين حاجه مهمه جدا اللي جاتني، هي خاصه بالسياره. كاين يعني يقول لك بزاف ما يقول لك ما تجيبش اكسسوارات تاع السيارات، ولكن هذا اكسسوار عادي جدا جبته للسياره. ها هو نورمال، يقول لك ما يفوتش من جمارك، يفوت عادي جدا. الناس اللي خايف ان تجيب حاجه من اكسسوارات السيارة، جيب على روحك بياسة تاع سيارة، بياسة تاع اي حاجة، جيب على روحك ويلحق عادي جدا. هذا مكان بون، نفسوها نشوف فيها واش نجينا هنا. عبارة عن غلاف طابلو سبور كيما نقولو، داشبورد خاص بالكيا سيراتو، خاص بسيارتي انا، السيارة تاعي اللي راح نديرها فيه. بون ملقيتش، لانه ملقيتش الغلاف الخاص بها، حاولت نحوس عليه في الانترنت، لقيته بسعر حوالي 20 دولار، مرتفع شوية على خاطر من مقارنة الأغلفة اللي راه تباع هنا بجاي. الثمن تاعو طالع شوية، قيمته تقريبا حوالي 300 دينار جزائري، 3000 دينار جزائري عفوا، يعني 300,000. نفتحوه نشوفو الكاليتي تاع هاد السلعة، شكون هي أحسن من اللي راها تباع هنا ولا لا. أوه شوفو هنا، نفتحوها أونتي داف، نورمالمون هذا يقولو له أونتي داف. أوه على حساب واش شفنا، نورمالمون فيها لي كروشي. هو هكا أيوا، هادي الكروشيات يلزقو معاها باش متحركش. هذه هي، هذا هو نوي كروشيات باش متحركش، تلصقهم في ال في اللي يسموه هذا اللي لوني، فهذي كتحطها يعني تفكسيها بهاد اللقطة. هذا هو الانبوكسينغ اللي تاع اليوم، ولا حبيتو ندير لكم كيفاه نلصقوها ولا نشوفوها كيفاه تخرج. هذه حاجة أخرى شوفوا، الكاليتي تاع هذه شوية طرية يعني طرية صح، بنتلي كاليتي الله يبارك زي هيك طن. أونتي داث أو أونتي ضد الغبار عفوا، 117 الهبطة تاعها. هذا هو الديزاين تاعها، وخاصة بالسيارة فعلا، هذه اللي خاصة بالسيارة تاعي قد يعني تركب عليها قد أون دوموسيون، كل الأبعاد قد جاية تقول زاورة يعني حاجة مليحة الله يبارك. يعني متستخسرش البري اللي جبناه فيها. هذه هي متينة ماشي قال الآخر، زيد اللون الأحمر عطاها طابع مليح. هذا هو، هذا واش كاين اليوم من الانبوكسينغ الجديدة، هذه درناها لكم اليوم على قناة مفتيتك. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.